ولتسليط الضوء على آخر مستجدات التظاهرات في العراق وتداعياتها، معنا من عمان الدكتور مثنى الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. دكتور مثنى الضاري، مرحبا بكم. في الوقت الذي يكرر رئيس الحكومة وضباطه الأمنيون أنه لا إطلاق للنار على المتظاهرين، بينما تستمر دوامة القتل اليومية بحصد العديد من المتظاهرين وكما جرى اليوم حيث قتل 6 متظاهرين، إلى أي مدى سيبقى الخيار الوحيد لدى الحكومة هو الخيار الأمني من وجهة نظركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الخيار الأمني لما تسمى بالحكومة، حكومة المنطقة الخضراء، حكومة الاحتلال، هو مطروح منذ البداية وقد اتبعت في تطبيقه مراحل مختلفة، ويبدو أنها منذ يوم الأمس وحتى هذه الليلة قد اتخذت قرارها الأخير بحسم معركة ساحة التحرير حسما دمويا بكل ما تستطيع في القوة، من خلال استخدام كل وسائل القتل وفي مقدمتها السلاح الحي. ما جرى بالأمس وما جرى اليوم وسربته وكالات الأنباء والذي تحدثتم عنه في نشرتكم من اتفاق على الإجهاز على هذه الثورة يوافق النظام الإيراني ومثله سليماني و مقتدى الصدر وابن مرجع النجف محمد رضا السيستاني، هو امر دقيق جدا والاخبار عنه متواليه منذ يوم امس، وهناك تحذيرات لمجزره كبيره ستحصل هذا اليوم قبل ان يسرب هذا الخبر. ما يحصل الان وبالتحديد في ساحه التحرير هي محاوله لاقامه مجزره كبيره لا سمح الله في هذه الليله من خلال خنق هذه الساحه وقطع الجسور وقطع كل الطرق المؤديه اليها واستخدام كل الأسلحة الممكنة، وقد بدأوا كما رأيتم بحرق الخيار في ساحة الطيران، فضلا عن معلومات مؤكدة من لجنة مستشاري الأمين العام للأمم المتحدة التي الآن موجودة في بغداد لرد الأمين العام بتقارير غير التقارير التي تأتي من ممثلته في العراق، وذلك لعدم ثقته بهذه التقارير. يؤكد أحد المتحدثين كنت معه قبل قليل قبل الدخول إلى النشرة أن حتى الدرع مستخدم في هذه المعركة، وقد رفعوا تقريرا بهذا إلى الأمير العام المتحدة منذ ليلة أمس ولم يأتي الجواب إلى الآن. فإذا هناك قرار لتصفية الثورة بأي شكل من الأشكال بالاستناد إلى الضوء الأخضر الذي أعطته مرجعية النجف يوم أمس في خطبتها التي كانت واضحة المقاصد والأهداف لإعطاء الضوء الأخضر لتصفية هذه الثورة وإبقاء حكومة عادل عبد المهدي بأي وسيلة من الوسائل. أما ما تنفيه وزارة الداخلية وزارة الدفاع من الطرائف قبل دقائق، وزارة الداخلية تقول لم يقع أي ضحية أو لم تقع أي ضحية هذا اليوم، بينما الأخبار الأخيرة أن عدد القتلى تجاوز 20 ويقرب الآن من 30. مع هذا التناقض هي جريمة متعددة الأوجه يراد هذا اليوم أن تتم، ولكن يبدو أن الإخوة في ساحة التحرير صامدون إلى هذه اللحظة، وقد وردتهم كما وردت الأخبار قبل قليل أعداد كبيرة من سكان بغداد ولا سيما شرق بغداد لمساندتهم وإبعاد هذه المجزرة لا سمح. مع هذا التناقض دكتور مثنى، في التصريحات الحكومية التي تقول ليس هناك أي إطلاق نار للمتظاهرين، بينما هناك الآلاف من الشهداء والجرحى سقطوا في ساحات التظاهرات على أيدي القوات الحكومية والميليشيات. لا عبرة بتصريحات هذه الجهات أمنية كانت أو سياسية. والصور تكفينا، وما عرضتم أنتم وغيركم من وسائل الإعلام من صور ومن شواهد كافية. الشهيد الذي سقط هذا اليوم على سبيل المثال بقنينة الغاز هذه المرة الأمريكي وليس الإيراني دليل واضح على ذلك. ثم التصريحات من داخل الساحة ومن على مقربة من الجسور التي جرت عندها المعركة تؤكد على وقوع الضحايا، ثم بقايا المعركة ماثلة والكل الآن يحمل الإطلاقات الصارخة التي تدلل على هذه القسوة. الآن المعركة أو يراد حسم المشهد عن طريق الآلة العسكرية بكل قوة ممكنة. حقيقة هذه الليلة إذا عدت على خير إن شاء الله سنطمئن على مسيرة هذه الثورة، ولكن الجميع مدعو الآن للوقوف مع هذه الثورة، وأنا من هذا المنبر أدعو جميع العراقيين إلى مساندة إخوانهم في ساحة التحرير، وأقول لهم دقت ساعة الحقيقة في بغداد، اليوم هو يوم الفصل في هذه الثورة، إذا لم تقفوا مع إخوانكم
فمتى ستقفون؟ ووجه خطابي إلى النقابات المهنية التي تراجع بعضها للأسف عن قرار وادعوه للانطلاق مرة ثانية غدا هم والمدارس جميعا وكل المؤسسات إلى مساندة إخوانهم في مقاطعة الدوام والإضراب العام من أجل دعم إخوانه في ساحة التحرير. ووجه خطابي تحديدا إلى أهل ترخ الكرام، كانت وقفتكم في الأسبوع الماضي وقفة مشرفة وأنتم مدعوون إلى مثلها، وكذلك إلى جميع المحافظات وتحديدا المحافظات المنتفضة، وأقول لهم لا تستمعوا للمخذلين، لا تستمعوا للمعاندين، لا تستمعوا لأصحاب المصالح. أنا لا أدعوكم إلى الخروج في مواجهات تخشون فيها على أنفسكم وعلى مدنكم، ولكن أقل الواجب أن تسمع أصواتكم. إخوانكم في ساحة التحرير عذروكم إلى هذه اللحظة، ولكن قد لا يعذروكم، بل أنتم لن تعذروا أنفسكم إذا ما تشكلت هذه الثورة لا سمح الله، حين ذاك ستكرس عليكم الهيمنة أكثر مما هي الآن، سيكرس عليكم الذل والخيبة والصغار أكثر مما حاصل الآن للأسف. على الأقل أظهروا صوتكم وأسمعوه للعالم أجمع، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أود التركيز على أن ممثلة الأمم المتحدة في بغداد رفعت تقريرا بالأمس تنفي وجود أي شيء يثير القلق في بغداد، وعارضت حتى تقرير بعثة الأمين العام المتحدة الخاصة التي جاءت إلى بغداد، فهي شريكة في الجريمة وتتحمل المسؤولية، ومن خلالها تتحمل الأمم المتحدة هذه المسؤولية، بل يتحمل الجميع بما فيهم الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والنظام العربي الرسمي ولا سيما المؤثر منه دول المؤثرة. الجميع يقر اليوم بأنه موافق على الإجهاض على الثورة من أجل إبقاء النظام السياسي الذي يرى الجميع أنه أفضل وأصلح لهم من العراق. مع تحذيراتكم دكتور مثنى الضاري من قرار ربما لتصفية هذه الانتفاضة والإبقاء على حكومة عادل عبد المهدي، وبالتالي تحذيراتكم من مجزرة كبيرة ربما تحصل على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية بناء على هذا الاجتماع مع قاسم سليماني. دكتور، يعني هناك عوامل داخلية وهناك عوامل خارجية ربما ضاغطة، يعني الصمت العربي الذي تحدثت عنه قبل قليل سواء الرسمي والدولي إلى أي مدى يشكل عامل إغراء ربما وعامل تحريض للحكومة وميليشياتها على الاستمرار بارتكاب مجازر ضد المتظاهرين السلميين؟ هذا من أهم أسباب دفع الحكومة لارتكاب جريمتها التي تظن أنها ستقوم كاملة. هذا السكوت المتفق عليه دوليا وعربيا وأقليميا لا استثناء عنه يعطي أضواء خضراء كثيرة للحكومة للقيام بجريمتها، حيث لا معترض لا مستنكر. الآن الثورة ستدخل إلى يعني الأسبوع السادس وإلى الآن لم نسمع صوتا لما يسمى الجامعة العربية ولا لمنظمة التعاون الإسلامي ولا لدول عربية مؤثرة ولا لدول إقليمية، بل للأسف بعض الدول تعاونت مع هذه الحكومة في بغداد مع حكومة الاحتلال وسندتها بأشياء كثيرة جدا من أجل الإجهاز على هذه الثورة. المحيط كله وإن تكلم إعلامه بشيء آخر إلى أنه يقر تماما بأن بقاء النظام السياسي فيه ضمانة لتحقيق مصالح جميع الأطراف إقليميا ودوليا على حساب مصالح العراقيين. فإذا هذا السكوت المطبق يساعد حكومة الاحتلال في بغداد على تنفيذ مخططها، والمناسبة كل الأحزاب مشاركة سنيها وشيعيها وكرديها، وإن ظهرت بعض الأصوات هنا وهناك لأنها أصوات فقط كانت لتبرير بعض المواقف الاستراعات الداخلية أو تحسبا لنجاح الثورة من أجل أن يكون لهم موطئ قدم في هذه الثورة، وإلا الجميع مطبق والدليل سكوتهم. خبر الاتفاق في الصباح تنقله الوكالات وإلى الآن لم يتحدث أحد منهم استنكارا تخويفا أو على الأقل لما لم يستشر هو في هذا الموضوع. إذن قرار إيراني بالتصفية والسكوت عربي وإقليمي ودولي للأسف. طبعا التظاهر السلمي هو حق يكفله حتى الدستور الذي وضعه المحتل الأمريكي، بينما هناك دموية في مهاجمة المتظاهرين في ساحة الخلاني والطيران وجسر السنك والأحرار، وهناك قتل للمتظاهرين السلميين خلف مئات الشهداء والجرحى. جاء ذلك بعد يوم دكتور من خطبة المرجعية
التي أشادت بالميليشيات وأوصتها بالحفاظ على أرواح المتظاهرين. مع ذلك تم قتل 6 متظاهرين وسقط أيضا مئات الجرحى. إلى أي مدى تعتقد دكتور أن هذا هو ربما ضوء أخضر مبطن؟ أخ سمير، لعلي صادرت السؤال وأجبت عنه قبل ذلك، فقط أصحح العدد تجاوز 20 شهيد حتى اللحظة ومرشح للتصاعد في هذه الليلة. نعم، ضوء الأخضر بالشديد الاخضرار أعطته المرجعية بالأمس بناء على هذا الاتفاق، ولذلك ترى العنف والقوة والدمار والدم الذي سال اليوم. وبالمناسبة أنا لهنا لا أتحدث عن الميليشيات، الميليشيات تقوم بجرائمها في بغداد وأطراف بغداد والمحافظات. نحن الآن نتحدث عن قوات حكومية من مختلف الأصناف من مختلف الأشكال هي التي تواجه المتظاهرين في ساحة التحرير والمناطق القريبة منه. إذن ما يسمى بالجيش، يسمونه الجيش العراقي، الجيش الحكومي، هو الذي يقوم الآن بالإجهاد أو عفوا محاولة الإجهاد على هذه الثورة. إذن الجميع مشترك فيها، هذا أولا. وثانيا، لا وجه أبدا للاحتجاج والاعتذار بأن هناك مدسين أو مجهولين أو أن هناك أناس لا يتبعون الأوامر. الأوامر صدرت، حكومة الولي الفقيه أمرت، المرجعية أعطت الضوء الأخضر، والأحزاب السياسية ستنفذ جميعا، منها من سينفذ أصالة ومنها من سينفذ وكالة، وفي محاولة الاجتماع لمجلس النواب لمد الروح حكومة عادل عبد المهدي الذي حاول، يعني كما تقول الأخبار في الأيام الأولى لهذه الانتفاضة بعد الضغوط الكبيرة عليه ظهر موقفه ضعيف وحاول التنفل مما يحصل، ولكن كان هناك قرار أكبر، قرار إقليمي وقرار دولي بالبقاء، وهنا تتفق الإرادة الأمريكية مع الإرادة الإيرانية. هذا ما نقوله دائما، التخاذل موجود حتى اللحظة. أما المثال الأمريكي الديمقراطي والدستور والسماح بحرية الرأي والتظاهر، فالنظام أو النموذج الديمقراطي بين قوسين المطبق في العراق غير خاضع للضوابط والشروط لا الدولية ولا الأمريكية. في العراق لا يسمح لأي صوت أن يرتد، وإذا سمح له بمحددات معروفة ومعلومة منذ بداية الاحتلال وحتى اللحظة. الآن الصوت اقترن بموقف، والموقف اقترن بتظاهر، والتظاهر اقترن باعتصام، والاعتصام اقترن بصدور عاد تسقط من أجل حرية بلدها. فهم يخافون هذه اللحظة منذ سنوات طويلة. فالقرار أقولها بكل صراحة وبكل وضوح، أمريكي إيراني لإنهاء هذه الثورة بأي شكل من الأشكال. دكتور، إلى أي مدى تعتقد أن إيران بقرارها إنهاء الاعتصامات في السلمية في العراق بالقوة مهما كان الثمن أنها ربما ستستنسخ النموذج السوري في العراق؟ طبعا هي تحاول استنساخ هذا النموذج، وإذا مضت الأمور ستحاول بكل الوسائل الممكنة تحويل هذه الثورة إلى مثال وشبيه بالمثال السوري للقضاء عليه. وأنا هنا أقول نعم، هي ستحاول ذلك، وستدعم أيضا كما دعمت حكومة بشار الأسد في سوريا من كل أيضا الدوائر الدولية والإقليمية، لأن التجربة في العراق تختلف عن التجربة في سوريا. التجربة في العراق هي تجربة أمريكية، نموذج أمريكي مدعى للديمقراطية والتحرر لا يريدون له أن يسقط. تداخل معه أيضا تطبيق للنموذج الإيراني في السيطرة والهيمنة على العراق وجعله منصة ورئيس جسر للهيمنة على المنطقة جميعا، وهذا ما حصل في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي غيرها من بلاد العرب والمسلمين. فإذا هناك اتفاق تام ولا يوجد أي اختلاف في موضوع عدم السماح للشعب العراقي بإحداث التغيير، سواء كان هذا التغيير لبناء الشعب السنة أو الشيعة أو الكرد. المهم أن لا يظهر صوت عراقي موحد يقضي على أسس وقواعد المحافظة، نظام المحافظة الطائفية والعرقية الذي أقره الاحتلال الأمريكي ودعمه الاحتلال الإيراني. هذا تصوري لهذا الأمر، وعلى الجميع أن يعي هذه الحقيقة. وأعود فأكرر، هذه الثورة لا بد لها من دعم ولا بد لها من ظهر تستند إليه. إذا كان إخواننا في وسط وجنوب العراق لم يقفوا الموقف الذي كان يتمناه كثيرون منهم في عام 2013 دعم المحافظات المنتفضة، فنحن قلناها سابقا ونقولها الآن، كان موقفهم مبررا لأنهم لا يستطيعون الخروج، لأن هناك هيمنة إيرانية كبيرة عليهم، فضلا عن ذلك عن حملات التضليل والتشويه والتخويف مما يسمى بالقاعدة وداعش والإرهاب.
دعونا لا نقع في نفس الخطأ وندعهم في الساحة لوحدهم، علينا أن نقف معهم جميعا مع فارق مهم، أن من في الساحة هم من جميع المذاهب، من جميع القوميات، من جميع الأديان، وكلهم يرفعون راية واحدة وينطقون باسم واحد وهو اسم العراق. فالأوضاع مختلفة، الزمن مختلف، المكان مختلف، الظروف السياسية مختلفة، ولا بد لنا جميعا من الوقوف مع هذه الثورة، لأنها لنا جميعا، ليس دفاعا عن من هو في ساحة التحرير، وإنما إذا أكلت هذه الثورة لا سمح الله سنؤكل جميعا بعدها ولن تقوم لنا قائمة. من عمان الدكتور مثنى الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، نشكرك شكرا جزيلا.